في مجتمعنا بشكل عام كثير من الأطباء للأسف وجدنا نظرتهم مادية للاستشارة الطبية، فبتشوف أنه بيروح عنده المريض فأول شيء بيحكي له أنك لازم تدفع كشفية 20 أو 50 أو حسب شو شهرة الطبيب أو حسب شو وضع الطبيب، وممكن أنه يدفع الكشفية بدون شيء، أنه ممكن يحكي له خلص كشفية يكتب له نفس العلاج اللي كان ياخده. ففكرة الاستشارة الطبية أنه ممكن في استشارات تكون يعني ممكن سؤالها عن طريق شبكات التواصل، ممكن تقديم النصيحة فيها بدون أي مشكلة، وبالعكس بتقدم نصائح يومية. وغير عن هيك أنه في كتير من المرضى بيحس أنه صعب عليه أنه يمسك حاله ويروح على الطبيب، فبيشوف أنه هو مكانه في البيت بتوصله المعلومة اللي عنده في البيت. طبعا احنا بنعرف انه مش كل الاسئله ممكن انه الطبيب يجاوبها عن طريق شبكات التواصل. في كثير من الحالات بحاجه انه المريض يراجع الطبيب مباشره، حتى مثلا ممكن شيء جلدي او شيء بحاجه الى مثلا جراحي، او هذا كله اكيد بالاخير انه لازم يراجع الطبيب مباشره. اما بعض الحالات مثلا البسيطه او حتى الحالات اللي ممكن انه نصيحه طبيه تكون فيها نافعة، ممكن أنه الطبيب يوجه للمريض نصيحة تكون أنه يعني تكون سبب في إيجاده لسبب الشفاء إن شاء الله. مبادرة تسأل دكتور بشار مبادرة صحية بتهدف نشر الوعي الصحي في المجتمع الأردني بشكل خاص وفي المجتمع العربي بشكل عام. من خلال تجربتي في العمل كصيدلاني شفت أنه كثير من المصطلحات الصحية والمفاهيم الطبية بحاجة إلى تصحيح عند المرضى، فكانت فكرة المبادرة بتقدم حوالي 20 نصيحة طبية يومية بمجالات مختلفة، منها التغذية، منها الصحة العامة، منها التجميل، منها نصائح طبية. بنجاوب على أسئلة المرضى من خلال أكثر من 30 طبيب مختص على مستوى الوطن العربي، حسب تخصص كل طبيب بنبعث له السؤال، مثلا سؤال في مرض العظام بنبعثه لطبيب عظام، سؤال في مرض الدم بنبعثه لطبيب مختص وهكذا. عندنا حوالي 4 أطباء عظام مفاصل، طبيبة نسائية وطبيبة أطفال وأطباء بيغطوا كل المجالات الطبية. هو الدكتور بشار احنا يعني هي شخصية كرتونية، كانت الفكرة انه تكون هيومن بين، انه اقرب للناس حتى تكون اقرب للمجتمع، وبالتالي انه يعني الواحد بحس انه لما يسال شخص مش انه بيسال سماعه او بيسال مثلا بيسال لابكوت، لا بيسال شخص، فهذا الشخص يعني عباره هو بيمثل الفكره المبادره كامله، هو بيمثل كل الاطباء، بيمثل الفريق الطبي كامل، بيجيب كشخص على اساس انه هو الفريق الطبي انه بيتمثل في شخص، فبيكون بحس المريض انه بيتعامل مع شخص واحد. الناس ممكن تستفيد من المبادرة حالياً عن طريق أنهم يدخلوا على موقع صفحة على الفيسبوك اللي هي اسأل دكتور بشار، وعن طريق الرسائل الخاصة إرسال رسالة بالمرض اللي بيعانوا منه أو الاستشارة الصحية اللي حابين يستفيدوا منها، وأنا بقوم بدوري بإرسال الرسالة إلى الطبيب الأخصائي حسب نوع السؤال، والطبيب بيبعث لي الجواب وبقوم بالتواصل مع المريض ومتابعة حالته. ممكن يستفيد من صفحة بأنه يدخل على نفس الصفحة ويقرأ النصائح اليومية اللي أكثر من 20 نصيحة يومية بتغطي عدة مجالات صحية. بشوف مبادرة اسأل دكتور بشار مستقبلاً حتكون المبادرة الأولى عالمياً وعربياً إن شاء الله، راح يتم ترجمتها إلى عدة لغات، راح يكون لها أنشطة تطوعية صحية على أرض الواقع، راح تقدم استشارات مجانية وراح تقوم بإقامة أيام طبية مجانية للمرضى.